محمد هنداوي شاب سوري موهوب يطمح لأن يسجل اسمه ضمن قائمة المبتكرين والمخترعين العالميين. على الرغم من قلة المعدات والإمكانيات، يحول محمد ابتكار بدائل بسيطة للحصول على الغاز والكهرباء الذين تعجز كثير من الأسر السورية الحصول عليها. قصة محمد وابتكاراته في تقرير مراسل أخبار الآن مريف إدلب محمد الأمين. تجربة غير ناجحة تتبعها أخرى تنعش آماله لترتسم على شفتيه بسمة ممزوجة بتعب. فرحا بثمرة ثمنها سهر الليالي، يحاول الشاب السوري محمد هنداوي الذي عاش ظروفا قاهرة في ظل الفقر والحاجة ابتكار بدائل عن الغاز والكهرباء اللذين تعجز معظم الأسر السورية عن تأمينهما. هو عبارة عن غاز هيدروجين نستخلصه من المياه والماي، والماي هي H2O. إذا وصلنا الهيدروجين على الأكسجين بصير عندنا غاز الهيدروجين، غاز خفيف قابل للاشتعال. هذا الغاز إذا أخذنا بإمكاننا نستخدمه للتدفئة، بإمكاننا نستخدمه للطبخ، بإمكاننا نستخدمه إذا وصلناه على مولدات كمولدة البنزين، بإمكاننا نستخدمه لتوليد كهرباء. يراقبه والده وكله أمل بأن تتوفر لابنه معدات أفضل من هذه. ولعله أيضا يتذكر أياما خالية منعت فيها تجارب البحث والاختراع. نجح بالمعهد، أخذ الأولى على أساس أنه يدرس هندسي، وأنا ما عرفت خليه من فزعي ما ياخذوه على الجيش وقتل بها العالم مثل ما شفت. فهون إجا صار يعمل تجارب، يعني عدة تجارب منه نهاية التجربة. طبعا يعني أيام النظام ما حدا يسجل يشتغل هالشغلات، لأنه أنا بعرف يعني عندنا هون جوار هيك بالحارة فوق عمي إذا على مستوى أحسن، بست على مستوى أحسن، يعني كل أحسن ابتشهد على هذا الكلام، ما في تاني بساعتها أجوا أخذوا حبسوا. ومع استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة في سوريا، يعد محمد وأمثاله باختراعاتهم النابعة من احتياجاتهم نبراس حلول ذاتية لما يعانيه السوريون. ليس بالاختراع الضخم من الناحية النظرية والعلمية، إنما شيء ألحت عليه الجيوب الفارغة لتوفير بعض الهيدروجين الذي يستعمل في الطبخ وتوليد الكهرباء. أحمد أمين لأخبار الآن من ريف إدلب.